وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف مباشرة من البصرة الكاتب والباحث السياسي سعد الدغمان. مرحبا بك أستاذ سعد. مرحبا بكم، حياكم الله. بداية أستاذ سعد، بعد هذه الأحداث التي شاهدناها من اقتحام السفارة الأمريكية، ميليشيات الحشد أعلنت أنها ستنسحب من محيط السفارة الأمريكية بعد وصول أول دفعة لقوات المارينز إلى مجمع السفارة. برأيكم كيف تقرؤون قرار الانسحاب هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم والمشاهدين الكرام. أخي العزيز، حياكم الله. هي حركة استعراضية طبعا، أرادوا بها إيصال رسالة إلى الجانب الأمريكي بعد الضربة الموجعة التي تلقاها الحشد الشعبي في القائم أثر تدخلاتهم الفجة في الشأن العراقي أو الشأن السوري، كذلك على الحدود العراقية السورية. هناك بدايات كانت لهذا الحدث مثلتها قصف عدد من الميليشيات لقواعد أمريكية داخل العراق، أدى إلى قتل أحد العناصر الأمريكية، وهذا جرى ساعد عفوا على التصعيد في هذا الجانب. أرادوا أن يكرسوا حركة انتقامية جراء هذا الحدث الذي مارسته أمريكا انتقاما من على قتل عناصرها في موقع التاجي أو أحد المواقع، بالضبط لا يحضرني، في كركوك عفوا. نعم، وكانت ردة الفعل الأمريكية مباشرة وقوية بعد تحذير هذه العناصر التابعة لإيران خصيصا، يعني هذه الفصائل تعمل لإيران. وكان الملاحظ من الأعلام واللافتات التي يرفعوها أنهم تابعون إلى جهات إيرانية حصرا وليس للعراق، كما يدعون أنهم ينتمون إلى القوات المسلحة وبقرار من رئيس الوزراء يخضعون للقانون العراقي والعرف العسكري العراقي، إلا أن الواقع ثبت عكس ذلك. هم تحركوا بإيماءات إيرانية تريد أن تثبت أن السيطرة لا زالت لها في العراق بعد أن ساءت الأمور داخل الإيران، داخل إيران عفوا، جراء التظاهرات المتصاعدة ضد النظام الإيراني وانهيار الاقتصاد الإيراني جراء العقوبات الأمريكية على إيران. نعم، طيب أستاذ سعد، في المقابل الرئيس ترامب قال بشكل صريح وواضح أن إيران ستدفع ثمنا باهظا جدا بسبب اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد. ما الدور الذي تلعبه إيران في هذه الأزمة بالتحديد؟ هو الدور الكلي لإيران، بعيدا عن كل المسميات، بعيدا عن كل التوصيفات، هذا الدور الكلي داخل العراق دور إيراني، سواء بتحريك هذه القوات أو إدارتها أو حتى تدريبها وإدارة البلد بشكل عام. هم أرادوا أن يسحبوا البساط من تحت شباب نفائر في ساحات التحرير والمحافظات الأخرى، سواء في بغداد أو المحافظات الأخرى، بعملية قد يسموها نوعية أو خاطفة استعراضية أمام السفارة الأمريكية لإثبات الوجود، لكن تفسيري لها كانت ربما بالاتفاق، وإلا ما تفسير انسحاب طاقم السفارة الأمريكية بشكل كامل قبل يومين؟ بالاتفاق مع من؟ بالاتفاق بين الجانبين الإيراني والأمريكي حتما يعني. طيب، هل ترى أن ترامب جاد فعلا في تهديده إيران بعد حادث السفارة؟ نعم، هو جاد، لكن ليس جاد في الجانب العسكري، وإنما ربما سيتخذ عقوبات اقتصادية أكثر شدة على الاقتصاد الإيراني أو على القيادة الإيرانية بشكل عام، وربما تطال هذه العقوبات قيادات الحشد الشعبي الذين قادوا هذه التظاهرات أمام السفارة أو الاحتجاجات أمام السفارة الأمريكية وحاولوا اقتحامها، وهذا ينم عن عمل ربما بالاتفاق مع الحكومة العراقية، وإلا كيف فتحت لهم بوابات الخضراء وشبابنا الثائر مضى عليهم 3 شهور أو أكثر وقدموا تضحيات عزيزة بدماء ذكية طاهرة ولم يسمح لهم يسمح لهم أو حتى أن يعبروا الجسور التي موجودة في بغداد. طيب، على صعيد آخر لكنه متصل،
الكادر المتقدم لشركة أكسون موبيل النفطية الأمريكية غادر موقعه بعد اقتحام السفارة الأمريكية. برأيكم هل لدى أمريكا معلومات عن مزيد من الاستهدافات ربما لمصالحها في العراق؟ ربما يعني أمريكا هي صاحبة المعلومة، سواء تمتلكها أو تمررها للآخرين. القدرة الأمريكية جبارة في هذا الجانب، سواء في المخابرات أو الاقتصاد. والنفط في الجنوب تسيطر عليه عدة شركات أمريكية، منها شركة أكسون موبايل. وبالتأكيد إن تأججت هذه الاحتجاجات أو قابلها رد فعل أمريكي قوي، ستكون ردة الفعل الإيرانية مباشرة في الجنوب لسيطرتهم على تلك المناطق بشكل مباشر، وربما يذهب نتيجتها ضحايا عدة. لذلك تلجأ أمريكا أو الشركات الأمريكية الداعمة لهذا الاقتصاد إلى سحب موظفيها خلال هذه المرحلة للحفاظ على أرواحهم نتيجة ردات الفعل أو تماديها. أستاذ سعد، يعني كما تعلمون الآن هناك قوات أمريكية دخلت لتحصين مكان السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء في بغداد، يعني كيف ترون تداعيات اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد خلال الأيام المقبلة والقادمة؟ هو الموضوع موضوع اقتحام السفارة والتواجد فيها أو تخريبها ربما لا يحصل نهائيا، لأن هناك حسابات تطال هذا الفعل. ربما يكون وقعها كبير سواء على الحكومة العراقية أو الجانب الإيراني. أولا هي عملية يعني غير مسبوقة باقتحام السفارات أو كما حصل وشاهدنا وما حصل، حرق وتدمير الزجاج الجانبي أو الاستعلامات أو منصات معينة في السفارة الأمريكية. السفارات محمية بعرف دولي، وهذه يعني تجاوزات ربما اعتادت إيران على ممارستها واقترافها منذ مجيء الخميني إلى السلطة من عام 79، وصولا إلى اقتحام السفارة السعودية في طهران وتدمير محتوياتها، واليوم السفارة الأمريكية. لكن ردات الفعل الأمريكية ربما تكون مباشرة بعد هذا الحدث إذا تطاولوا ودخلوا إلى أو اقتحموا السفارة الأمريكية في بغداد. ربما تكون العواقب غير مضمونة على مجمل ما موجود بهذه القيادات التي تقود الحشد الشعبي، الذي أثبت أنه لا ينتمي إلى الدولة العراقية كما يدعون، ولا يتبع بالولاء إلى القيادة التي يقودها عادل عبد المهدي رئيس الوزراء المقال، وهو يعمل بأوامر إيرانية بحتة تصدر له من طهران، وينفذون القادة الموجودين أو ما يسمون القادة الحزب الموجودين في العراق ينفذون تلك الأوامر حسب المصالح الإيرانية. نعم، وصلت الفكرة. كان معنا من البصرة على الهاتف مباشرة الكاتب والباحث السياسي الأستاذ سعد الدغمان، شكرا لانضمامك إلينا.